على غير العادة ودون تدخل جميع الفاعلين الاقتصاديين. وفي مدة لم تتعدى الساعتين من الزمن تم اجتماع ثلاثية بدار الشعب في العاصمة، أين تم التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. المتدخلون أكدوا على ضرورة هذه الخطوة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. عندنا قانون الخوصصة، عندنا قانون الاستثمار، عندنا قوانين للشراكة، لكن كونها أن تمضى من طرف الفعالين العمال ممثلين الشركات والحكومة يعطي لها نقلة هامة كذلك، وفيها تحليل سيساهم في إعطاء حفز إضافي لوتيرة بناء الاقتصاد الوطني. J'assume ce que je dis aujourd'hui parce que à un certain moment il faut dire les vérités même si elles sont amères, même si à un certain moment elles font mal. Mais il faut avoir le courage de dire que toutes ces questions on demandera à l'État à travers son président et son gouvernement de s'occuper des grandes missions régaliennes. La santé, l'éducation, l'eau, la route et j'en passe. ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسمح بفتح رأس مال الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة أمام الخواص الجزائريين بنسبة لا تتجاوز 34%، خطوة تمنح من خلالها الحكومة الصفقات العمومية للشركات المحلية. تسهيل فتح رأس المال للمؤسسات العمومية الصغيرة في إطار القانون، دعم كل استثمار مشترك ما بين الشركات العمومية والخاصة قانونا، تشجيع الشركات وخاصة الشركات الخاصة في أي سعي للمساهمة في التمويل، تشجيع المؤسسات الاقتصادية عامة في إقحام فضاء الامتياز في الخدمات العمومية على المستوى المحلي. L'entreprise publique est un outil qu'on doit sauvegarder. Et nous sommes là pour vous aider, pour aider l'entreprise publique, et c'est notre rôle. Et c'est le sujet aujourd'hui, c'est de renforcer l'entreprise algérienne entre le privé et le public. Et c'est comme ça qu'on pourra dépasser toute crise qui pourra s'abattre sur ce pays. دعم المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة بتمويل من الشركات الخاصة التي ستتمكن هي الأخرى من إنجاز مشاريع وطنية كبرى هو ما اتفقت عليه الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، مراهنين على آفاق اقتصادية واعدة رغم كل الصعوبات الموجودة على أرض الواقع.